وقت الرياضة يا حلوين. شوفوا الجو، شوفوا السماء ولا غيمة اليوم، بس هيدا شو يعني؟ يعني انه برد كتير. ماشي سريع مع ركض اليوم، ان شاء الله يمشي الحال لانه صدري بعده شوي تعبان، بس اليوم حاسه شوي احسن، فان شاء الله اقدر اركض بدون ما يصير عندي سعلة كتير قوية. بدنا نبلش بالعشاء، ورح احط حوالي ملعقتين زيت زيتون بالطنجرة. هلا رح اضيف بصلة صغيرة نقليها شوي، هلا رح اضيف لحمة، ممكن تكون شقف ممكن تكون لحمة مفرومة كمان، يمكن لحم المفروم شوي احسن لهي الاكلة، بس ما مشكلة. اوكي هلا بدي اضيف قرن حرف، اوكي هلا عندي هون لب الكوسة، هلا فرجيكم شو عملت بالكوسة، بس شلت قلبها ورح اضيفها لهول عشان نشدهم نقليهم سوا. اوكي هلا فرجيكم شو عملت بالكوسة، سو هيدي كوسة خضرة عادية قصيتها بالنص، وبعدين عملت مثل جورة من جوا، وهيدي رح احشي فيها اللحمه اللي عم حضرها هلا. طبعا اللب الكوسه اللي شلناه استخدمته كمان باللحمه مشان ما يروح ضيعان. حلوين هلا بدي اضيف حوالي ملعقه صغيره من ثوم او بودره الثوم، وكمان رح احط فلفل اسود. إذا بتحبوا مش ضروري هاي. هلا حوالي ربع كوب من الصلصة، ما بدي إياها كتير في مرقة، هلا بدي أتركها تعقد، وأكيد هي لحالها المي مستوى المي تبعها رح ينزل. وأخيرا هلا بس بدنا نحط ملح شوي، وهلا بغطيها من بعد ما حركها وبتركها لحتى تعقد الصوص، وبعدين بنعمل الخطوة الثانية. اوكي انا هلا عم حمل الفرن، فوزعت اللحمة والصوص فوق الكوسة، وهلا رح احط لهم شوي من الجبنة، هيدي ميكس بين الموزاريلا والشيدر، ورح احطهم بالفرن. بدهم حوالي 15 دقيقة بالفرن لأنه ما سويت الكوسة أنا، فبيستووا الكوسة وبتذوب الجبنة، ما رح أعلي كتير الحرارة، حخليها حرارة وسط عشان ما تحترق الجبنه. العشاء صار جاهز، رح احط لهم كم نقطه لبن على الوجه، بتعطيها نكهه طيبه. اوبس
هيك بيكونوا جاهزين. الو بالحلوين، سو العشاء كان كتير طيب. سو قبل ما انهي هيدا الفلوج بدي احكيكم بموضوع. اذا بتتذكروا من فترة كنا عم نحكي بموضوع الصيام وقديش انا مهتمة فيه، لانه خصوصا انه عم بعمل مشروع التخرج تبعولي عن الصيام وعلاقته بعلاج الامراض، مش بالضرورة لخسارة الوزن يعني بالتحديد. وقلت لكم انه رح صير انا صوم، يعني حتشوفوني حصوم ايام اكثر من 24 ساعة، لانه هلا لحديت هلا على القناة تقريبا مركزين على صيام 24 ساعة مع وجبتين او وجبة واحدة. بس هالمرة او هالفترة حابة يصير دخل صيام 3 ايام مرة بالشهر كل شهر، للصحة مش لخسارة الوزن، لأنه أي وزن بتخسروه لما بتكونوا موقفين الأكل رح يرجع كتير بسرعة، فهي مش لخسارة الوزن بس للصحة. فهيداك الأسبوع كنت عم بحكي على الإنستغرام على شغلة اسمها أيبوبتوسيس، وهي حالة بتحدث بالجسم بشكل طبيعي، يعني مثل الأوتوفوجي. وشرحت الفرق بينه وبين الأوتوفوجي، فاللي ما انه متابعني على الانستغرام بشكل كتير سريع. الأوتوفوجي لما بيحدث بالجسم إذا في خلية تعبانة، الأوتوفوجي ما بيتخلص منها، بيضلوا بيحاول لحتى يخلي هيدي الخلية المريضة تتعايش مع نقص المعادن أو الفيتامينات اللي عم تتعرض لها لأي سبب إن هي مريضة، فبيخليها إنها تتحاول تتعايش وتضلها عم تشتغل بدون ما تعمل مشاكل بالجسم. بس في حالة تانية كمان بتحدث بالجسم بشكل طبيعي اسمها أيبوبتوسيس، والأيبوبتوسيس بهاي النقطة بتختلف كتير عن الأوتوفوجي، لأنه الأيبوبتوسيس إذا شاف خلية مريضة ما في عنده أو خلينا نحاول نخليها تصير أحسن أو تتعايش مع النقص اللي هي عم بتحس فيه أو عم بتمر فيه، دغري بيعطي إشارة بتدميرها. واللي بيصير إنه الخلية هي بذاتها لما الأيبوبتوسيس بتعطي إشارة، الخلية هي المريضة هي بذاتها بتدمر حالها من جوا وبتنتحر، فهذا اسمه انتحار الخلايا. هلا الناس اللي عندها لنفترض سرطانات بيكون في خلل بالأيبوبتوسيس، لأنه الجسم بيكون عم يعمل خلايا مريضة تعبانة كتير، بس الأيبوبتوسيس ما عم يشتغل أو يلحق لحتى يدمرها ويعالج هدول الخلايا ويعملوا والجسم يعمل غيره. فمثل ما قلت، هي هدول الحالة إن كانت الأوتوفوجي أو الأيبوبتوسيس هي حالة طبيعية بالجسم، الجسم منه لحاله هو بيساويها. بس نحن لما منصوم صيام مطول منعطي الجسم هيك بوش أو دفشة لقدام لحتى يصير يشتغل أسرع بدون ما ينشغل طول الوقت، بدنا نحرق هالقد سعرات وبدنا نعمل وعم نشغله بالأكل، بنخليه يركز على شفاء هيدول الخلايا. فمعظم الناس اللي خبيرة بالصيام العلاجي بتنصح انه الواحد يعمل صيام 72 ساعة كل شهر. هلا طبعا الناس اللي عنده سرطان او عم تتعافى من السرطان يمكن محتاجة انها تعمل اكتر من هيك اذا بتقدر، بس كبداية اذا الواحد بياخدها عادة مشان صحته يعمل 3 ايام 72 ساعة كل شهر، ما بعتقد هي شغلة سيئة ان نعطي جسمنا فرصة لحتى يركز على شفاء أي مشاكل بالخلايا
ويعمل خلايا جديدة بصحة أحسن. خليني أشرح لكم شو بصير بالجسم لما بنعمل صيام. لما منصوم صيام متقطع، يعني فينا نشرب، هو الأفضل إنه بس مي، بس ما مشكلة حتى لو دخلنا قهوة وشاي وهي الشغلات بدون أي محليات أو شغلات تانية، منا مشكلة. بعد 17 ساعة من الصيام المتقطع بفوت الجسم بحالة الأوتوفجي. أوكي، دخلنا بحالة الأوتوفجي. على 24 ساعة ببلش الجسم يتخلص من الخلايا المريضة، بس الجسم ما بيقدر يعمل خلايا جديدة إلا بعد 48 ساعة أو بحدود 48 ساعة. فالجسم محتاج على القليل يومين لحتى يدمر الخلايا المريضة اللي بالجسم ويعمل خلايا جديدة. هذا بشكل كتير مبسط، هو الموضوع معقد أكتر من هيك، بس إذا بدي بسط لكم إياه كتير هيك، هذا اللي بيصير. وطبعا مثل ما قلت، إذا الواحد مريض وبده يعطي جسمه فرصة أكتر لحتى يتخلص من هيدول الخلايا ويعمل خلايا أحسن وأحسن، خلايا جديدة أكتر، الأفضل أنه يصوم 72 ساعة. بس 48 ساعة كبداية، بداية حلوة. حتى الناس اللي ما حتى الناس اللي يمكن 24 ساعة ساعة صيام بالنسبة لهم شغلة كتير كبيرة، كبداية إذا بتقدروا شوي شوي، أول شيء منبلش 17 ساعة بعدين 24 ساعة مش ورا بعض، بس بناخد فترات لحتى يتعود الجسم. بعدين من مدة 48 ساعة، بعد 48 ساعة بناخدها ل 72 ساعة. ومثل ما قلت، في ناس بتاخدها 4 أيام بالشهر كمان، وفي ناس أكتر، حسب انتو شو هدفكن من الصيام. بس مثل ما قلت، ما تخلوا هدفكن هو خسارة الوزن، لأن بمجرد ما بلشتوا ترجعوا تاكلوا، كل وزن المي اللي نزل خلال هاي الفترة رح يرجع، إلا إذا كتير 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 انتبهتوا. فكنا عم نحكي إنه حابة فرجيكن طريقة للناس اللي مش متعودة على الصيام. يعني إذا أنتوا ناس بتقدر تصوم بكل سهولة وبتعمل صيام 72 ساعة أو 48 ساعة بدون أي مشاكل، هيدي الطريقة مش لإلكن. أنا عم بعمل هيدا التدريب للناس اللي بالمرة ما مجربة تصوم حتى 24 ساعة. في طريقة إنه نقدر ناخد وجبة صغيرة، كتير صغيرة عم بحكي، كل 24 ساعة بدون ما نكسر الأوتوفوجي، بدون ما نكسر هيدي الحالة الجسم عم بيعالج حاله. بيقدر الواحد ياخد وجبة كتير بسيطة بس لحتى تسدله جوعه. عم نحكي هلأ للناس اللي مش متعودة على الصيام. الناس اللي متعودة على الصيام تسحبها تكملها، لأنه هيدا أحسن شيء. بس عم بحكي الناس اللي ما بتعرف، ما بحياتها مجربة صيام أكتر من 24 ساعة أو حتى 16 ساعة، في طريقة لحتى شوي شوي يبلش الواحد يتعلم، وبنفس الوقت ما يكسر الفايدة بمجرد ما أخذ وجبة، يعني يضلوا بحالة الأوتوفوجي. طبعا هي بتقل لما بناخد وجبة، بس ما بتكسرها بالمرة، منضلنا منقدر إنه نكمل بهيدي الحالة الشفاء اللي عم بتصير بالجسم بدون ما نكسرها تماما. ففي طريقة إنه الواحد يصوم 17 ساعة، 17 ساعة لازم هيدي المينيموم. مثلا إذا منوقف أكل لنقول الساعة 6، والساعة 6 المساء، ومناخد أول وجبة الساعة 11 الصبح. ففي طريقة معينة للواحد يقدر يكسر الصيام بطريقة ما تكسر له الأوتوفوجي أو ما توقف له حالة الحرق تماماً، وهي إنه ياخد أو يتناول
ملعقة من الدهون الصحية. هذه أول شغلة بياكلها، هيك بيكسر فيها الصيام اللي كان عم يسوي. بياخد لنفترض ام سي تي اويل، هو أفضل شيء إذا متواجد، أو مثلا بياخد زبدة مع القهوة. وبينطر الساعة، تنطر الساعة، بعد الساعة ممكن تاخده وجبة صغيرة تتناولوا فيها أقل من 20 جرام من البروتين، وفيكم تاخدوا شوي صغيرة من الخضار إذا بتحبوا، مثل خس مثلا لنفترض، كم عرق خسة. الوجبة لازم كتير تكون صغيرة، هي بس لحتى تسدلكن جوع، وكمان تشتغل منتلي لحتى ما الواحد يضل عم فكر أنا ما فيي ما بقدر. هي بس لحتى تعطيكن هيدي البوش لحتى تقدروا تكملوا صيام، أو تتعودوا أنه تمدوا فترة الصيام. فعم فكر اسويها هيدي التجربة نهار الجمعة، السبت وأحد. فأي حدا حابب يخوض هيدي التجربة معي كتير منيح، خلينا نسويها. أنا بقدر صوم 48 ساعة، أنا حدي 48 ساعة، ولا مرة صراحة مجربة 72 ساعة، بس بقدر صوم 42 ساعة وبكل رياحة. بس أنا هدول الثلاث أيام رح أمشي معكم خطوة بخطوة للناس اللي مش متعودة على الصيام. بس من بعد هيدا الشهر، الشهر الجاي إذا ضلينا مكملين إن شاء الله، رح نسحبها سحبة كاملة، أو مثلا ناخدها أول وجبة بدل ما تكون بعد 17 ساعة ممكن ناخدها بعد 24 ساعة، أو بعد 48 ساعة، ونشوف حدنا نحنا قديش بنقدر نستحمل. يعني نحنا حنعمل بوش لحالنا قد ما فينا لحتى خلص نوصل لمرحلة أوكي أنا إذا هلأ ما كسرت صيامي رح يغمى علي مثلاً، ساعتها بناخد هيدي الوجبة الصغيرة. بس بدنا نعمل تحدي لحالنا لحتى نشوف قديش فينا نعمل بوش، بس مش لدرجة انه ننهار. يعني هذا مش هدفنا بالمرة، ما هدفنا ننهار، كل هدفنا انه نعود جسمنا على الصيام بس بشكل أورجانيك، بشكل ما يحط ضغط كتير، لأن ما بدنا هرمون التوتر كمان يعلى بشكل كتير كبير ويوقف لنا الحرق. لأن بدنا يعني صحيح نحن مش هدفنا خسارة الوزن، بس بدنا جسمنا يكون مرتاح وما حاسس إنه هو في حرب جوا. بدنا يركز على إنه يساعد هدول الخلايا تصير أحسن، الجسم يتخلص من الخلايا السيئة اللي موجودة، اللي ممكن إذا هي مش سرطانية ممكن تصير سرطانية إذا الجسم ما عم يشتغل بشكل كتير منيح. وبنفس الوقت كمان يعملنا خلايا جديدة عشان نحس بأحسن حالتنا. هيدا هو هدفي أنا من هدول الثلاث أيام. اللي حابة صومهم واتدرب أنا وياكم على صيامهم هيدي الويكند، فأي حدا حابب يشاركنا اكتبوا تحت، أنا معكم. وإن شاء الله نهار الجمعة منبلش خطوة بخطوة، فما بعرف كيف بدنا نسويها سوا. ممكن نهار الخميس نحكي بالموضوع وحط لكم البرنامج، لأن أنا ما رح أقدر قبل نهار الجمعة إني أعمل هيدا الصيام أو بلش فيه لهيدا التحدي. فممكن نهار الخميس نحكي ونحط القواعد تماماً عشان أنتوا تمشوا معي بنفس الوقت، عبال ما ينزل الفلوج عشية تكونوا أنتوا عارفين أوريدي شو رح يصير، ومنناقش اليوم الثاني شو رح نعمل فيه كمان. فكتير متحمسة لهيدا الخطوة الجديدة أو التحدي الجديد، تحدي النفس هيدا. والأحلى منه أنه مش لخسارة الوزن، هيدا لصحتنا بس. وبشوفكم بكرة في فيديو جديد. مكملين هلأ كيتو لحد نهار الخميس آخر يوم، ونهار الجمعة منبلش بالصيام لمدة 72 ساعة. باي باي.